السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على الإسلام سليماني، كذلك نعود ونتكلم على إسلام سليماني. ما نكونوش ناس تعناكرين، نكونوا من ناس شاكرين. ما تبعوش ويكاين لا فانيك اسلام سليماني يستاهل باش نتكلموا عليه. هذا اللعاب اللي بالك نقولوا باللي بالك حقرناه في المشوار تاعو، بالك شويه حقرناه، بصح يعاود يخليك تعترف به بكل قوه. وين نعرفوا في اليابان لديهم ساموراي محارب الذي دائما لا يستسلم ومستعد للتضحيه بروحه من أجل أهدافه. وفي الجزائر لدينا محارب من نوع آخر اسمه إسلام سليماني، لعاب صنع نفسه بنفسه ولم يسمع للكلمات التي كانت خاصة من قنوات تطلقها عن اللعاب. وين شنا كيفاش يعني يقولوا روح للصين، واحد يقولوا هود القاطر، واحد يقولوا روح للسعودية، واحد يقولوا دير شكارة، واحد كل واحد وكيفاش. وإن اللعاب أتى تقريبا من عدم وقام بمجهودات مضاعفة ليحترف في أوروبا ويذيع صيته في البرتغال قبل أن يختفي عن الأنظار في ملاعب الإنجليزية وبعد تجربة فاشلة في تركيا. سليماني وعندما تعاقد معه موناكو الكل انتقد الفريق الإمارات، لكن الكثير منهم لم يعلم أن المدرب جوردان كان من بين أسباب تألقه في نادي سبورتينغ لشبونة. وبالفعل عاد سليماني إلى فريقه الذي كان عليه ويقدم في مباريات قوية منذ التحاقه بنادي الإمارات موناكو. ما يعجب الحاجة اللي تعجبك في سليماني أنه دائما ما يعود للواجهة وتقديم مباريات مميزة بعد صعوبات، مثلا هذا الموسم وفي الشوط الثاني في الروتور بعد تعاقد موناكو مع مورينو الإسباني. ثم تم تهميش سليماني نوعا ما من طرف الإسباني، وجاءت إصابته أيضا في وقت حساس، لكن اللعاب شباب بالوزداد عاد للظهور مجددا وأجبر مدربي على إرجاعه في التشكيلة الأساسية، وتكون ثنائي مميز مع الدولي الفرنسي وسام وهو تونسي. ونجاح فقط من يقول أن إسلام سليماني لعاب محدود ومجرد لعاب تحصل على الحظ، لأن ما قام به سواء مع المنتخب الذي يعتبر ثاني هدافيه عبر التاريخ، وما قام به في البرتغال وفرنسا وحتى في الإنجليز تحت قيادة رانيري في بعض المباريات تجبرنا على احترامه وعلى أن ندرس الجيل القادم حول محاربة من أجل الحصول على مبتغانا. ونضاربين المثل بسليماني، يعني سليماني وين يبقى سليماني جاء من نقطة الصفر، قال لا من نقطة الصفر ماشي وين نقولوا باللي وين الإعلام كان يتكلم على سليماني بعد دار على سليماني الإعلام نعرفوه لما كان تابع وكانوا يحوسوا سليماني ويكملوا معاه، عقلوا سليماني وبغاو يكملوا معاه. هذيك الإعلام ميجازاتشي سليماني وبغاو يكملوا معاه، خاطر عليه يقول لك سليماني تاع قرباج وتاع روروا، كيما يقول لك سليماني تاع قرباج وتاع روروا. انا على بالي شكاين كيما يقول لك محرز قال لك طرد لي تابعين روروا، هي طردهم هي بداو بولحي بداو بفيغولي. خاطش الاعلام من يبغي يدير الخلاط يقول لك فيغولي ما يبغيش راو ديروا تربح غادي روحوا سقسوا مليح وصايب. يقول لك بولحي ما يبغيش راو روحوا سقسوا مليح. يقول لك فيغولي ما يبغيش راو روحوا سقسوا مليح. راكم غالطين يا جماعه. يقول لك محرز ما يبغيش روحوا سقسوا. احترام كبير. وشنا بعد الخطا نهار اللي جابوا عنتر يحيى من هذيك سناء حليمه هذيك دارت له التصويره تاع الحاج، قعد يشوف قعد يميز مليح.
وين هذاك خاساني اللي با يروح ويخلينا يروح لفرنسا ويخلينا، ولا يقول له قولها قولها قولها، ولا يقول له قولها قولها، يقول قال له استنوم هذا، هذا راجل هذا، قال لهم شنقول شنبغيني نقول، هذا راجل، قالوا هذا حاجه كبيره كاع، قالوا هذا اسكت كاش الهضره. شفتوا كيفاش الناس كيفاش يخدموا، تشوف اللعابه اللي لعبوا اللي لعبوا اللي راهم يلعبوا، وتشوف الصحافه محللين شكلوا يحضروا على الاداره السابقه، وتشوف الاداره تاع ضروك وين راهم اللاعبين تاع الاداره تاع ضروك، وين راهم وين راهم، شا خدموا شا خلاو لكم شا خلاو لكم، قال عليا انايا قال عليا عطاله هذا مكان، شا خلاو لكم، وين راهم اللعابه الاستدعاءات اللي داروهم، وين راه نعايجي، وين راه وين راه ود زرقان، وين راه مكاش مكاش، هاد اللعابه ما عندهم شي، ما عندهم والو، الهضره واه الهضره ويحصلوا في الناس، راني معاكم عندهم كلش في هذه في هذه، هما الوالا مكاش اللي يسبقهم، بصح في كيما نقولوا حنا في التسيير ولا في التكوين ولا في اللاعبين مكاش، هنا في البطوله الجزائريه كان يقول لك كان يقول لك كانوا صحافه كيفاش يحوسوا يطلعوا زتشي، يقول لك الاداره اللي فاتت كانت مهمشه اللاعبين المحليين، اي بسياسه كوب دي موند شحال من لاعب لعب كونت لالمان، شحال من لاعب لعب محلي، شحال شحال كاين، ها قولوا لنا شحال نتوما تعرفوا، لا كاين حليش كاين بالكالير كاين سوداني سليماني، وجابوا خمسه لعبوا كوب دي موند، خمسه لعبوا والغارديا زامامو سته، راكم راكم رايحين، انا نولي نشوف على بالك ديفون نقول بالك هادو ما على بالهمش، ما كانوش عايشين هنا في الجزائر، بالك ما كانش على بالهم، ناس واحد اخرين اللي يهضروا يقول لك باللي كانوا مهمشين، كاين خاطر كاين اللي يتبع الاعلام يروح مع الاعلام يقول لك واو كانوا مهمشين، بصح قدام لا تقول كانوا مهمشين، على بالك باللي شعل شعل سي حاليلو واحد نقول لك شعل سي 75 لعاب محلي ادى منها خمسه، صور منها خمسه، شوف كيفاش الباقي منهم في هذوك باقيينهم يلعبوا، كاين سوداني كاين سليماني من هذوك اللاعبين الجيل تاع المحليين ذاك الوقت، بن عمري كان يلعب في الفريق المحلي، بلايلي كان في الفريق المحلي، هاو كاع كانوا يوجدوا حتى راه كسبوه زين الدين فرحات، هذوك كاع كانوا متكونين في الاكاديميه تاع تاع الاتحاديه الجزائريه، كاع كانوا تابعين لها كانوا يلعبوا، نبقى غير نشوف نقول بالك ما كانوش عايشين في الجزائر، ولا ما كانوش يتبعوا البوله تاع الجزائر، ما كانش على بالهم، كانوا يتبعوا في غولي وصايك هذا مكان، ما على بالهمش كاين، كي نهضر على اسلام سليمان، بالك كنا ننتقدوا، انا واحد من الناس بالك كنت ننتقدوا، بصح من بعد نعترف هذا اللعاب، هذا اللعاب من والو اصبح لعاب كبير سي محمد، ما كانش اللي دار راح لعب لعب غير في النيفو. لعب في النيبو خمس دوريات، قاتلو اسبانيا والالمان وطليان، هذا مكان هذا ما بقالو غني قال لعب فيهم، وين ما لعب كان حاط كان 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 فارض روحو، وين ما راح كان فارض روحو، وين ما راح كان فارض روحو، مكانش اللعب كاش 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 كان فارض روحو يلعب، شو التالية وين عاود رد روحو، عاود رد سليماني، عاود ولا بلي انا هو سليماني، كونت باريس سان جيرمان، كونت باريس سان جيرمان، غاليزاسيون كونت باريس سان جيرمان، وليكيب زاوجة مع شكون فينك غاليزالها، ايكيب كاملة ولا تغني وان تو تري بيبا لجيري، نعترفوا بهذ اللاعبين سبحان الله، لازم هذا اللاعب هذا سليماني مازال ونقولوا مازال له ثلاث سنين عامين يدمرها معاك مع ليكيب ناسيونال، يدمرها تصيبها على بالك، تصيبها في لي بارتي اللي تكون انت كاع حاصل هو يسلكك، خاصة سليماني في لافريك ما كاش اللعب، صحيت والله ينجح كل جزائري. زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي زاتشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار الرشا وام الزبوج، الرشا وام الزبوج، الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا
في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي، ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه.